السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصفتنا لليوم كيك شوكولاته بثلاث طبقات طعمها مرة مميز، طبقة كيك الشوكولاته وطبقة كريمة بالشوكولاته وطبقة صوص الشوكولاته الاقتصادي بدون حليب أو كريمة سائلة، والطعم مرة مميز، طبعاً طعم الكيك بذي الطريقة الذ من أفخم المحلات، بسوي معاكم بالفيديو تكات بسيطة بتودي طعم الكيك لعالم ثاني، ولمعرفة الطريقة يلا نبدأ بخطوات العمل. ولعمل كيك الشوكولاتة بنبدأ أولا بنخل المواد الجافة وهي أهم مرحلة لنجاح الكيك بنحتاج 2 أكواب دقيق أبيض ونصف كوب كاكاو جودة ممتازة بناخذ من الكوب الثاني من الدقيق الأبيض ملعقة طعام دقيق وبعدين بنستبدلها بملعقة طعام نشا إضافة النشا للكيك بيعطي قوام متماسك للكيك وكمان ما بيصير بالكيك فراغات وأهمية نخل الدقيق من مرتين إلى ثلاث أو حتى أكثر بيساعد في دخول الهواء في حبيبات الدقيق وبنحصل على كيك هاش وخفيف طبعا بمرحلة النخل ممكن تحطوا البيكنج بودر مع المواد الجافة لكن أنا بحط البيكنج بودر على خليط الكيك لآخر مرحلة حتى ما يقل تفاعل البيكنج بودر لأن الخلط الكثير يقلل من تفاعل البيكنج بودر وبعد ما خلصنا نخل الدقيق بننتقل لعمل الكيك بنحط في وعاء الخلط خمس حبات بيض صغيرة او اربع حبات بيض كبيره لدرجه حراره المطبخ طبعا مهم تكون كل المكونات بدرجه حراره المطبخ وبعدين بنحط على البيض ملعقه كبيره فانيلا وملعقه صغيره قهوه سريعه الذوبان طبعا القهوه سريعه الذوبان بتعطي طعم حلو لكيك الشوكولاته وبعدين بنخلط بالمضرب الكهربائي او الخلاط العادي لمده لا تقل عن عشر دقائق حتى نحصل على كيك ناجح وهش واثناء خلط البيض بنضيف كوب سكر بالتدريج وبنخلط تمام حتى يصير خليط البيض كريمي وبعد ما صار خليط البيض ابيض وكريمي بنضيف كوب إلا ربع زيت نباتي وبنخلط خلط خفيف طبعا بين المرحلة نركز عند إضافة الزيت والحليب والدقيق إنه ما نخلط زيادة حتى ما نفرغ الهواء يلي في خليط البيض يلي بيساعد في هشاشة وارتفاع الكيك وبعد ما اضفنا الزيت بنضيف كوب حليب وبعدين بنخلط خلط خفيف وبعدها بنضيف خليط الدقيق والكاكاو على دفعتين وبنخلط خلط خفيف اما بالمضرب اليدوي او الملعقه واخر مرحلة بنضيف ملعقة كبيرة بيكنج بودر وربع ملعقة صغيرة كربونات الصوديوم وبنضيف كمان رشة ملح حتى نبرز طعم الكيك والنكهة وبعدين بنضيف عليهم ملعقة كبيرة خل، طبعا اضافة الخل يعتبر محسن حلو للكيك وبعدين بنخلط خلط خفيف وكذا صار خليط الكيك جاهز بنمسح جوانب الوعاء بالملعقة حتى نتأكد انه اختلط الدقيق بالكامل وما في أي تكتلات في الخليط وبعدين بنحط خليط الكيك في صحن مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق أو ممكن تحطوا ورق الزبدة حتى يسهل قلب الكيك بعد الاستواء وبعدين بنساوي خليط الكيك في الصحن وبنطرق الصحن من مرتين إلى ثلاث وبعدها بنحط صحن الكيك في فرن ساخن مسبقا مدة عشر دقائق بنحط الصحن في الرف الوسط وبنخلي النار من تحت على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة وبعد مرور النصف ساعة وإذا ما تحمر الكيك معكم من فوق بنشغل النار من فوق شوية حتى يتحمر الكيك. وهنا بعد ما خرجنا الكيك من الفرن، طبعاً وعشان نشيل الكيك من الصحن لأنه ما حطينا ورق زبدة، بنمرر السكين على حواف الصحن. وبعدين بنغطي الكيك بمنشفة خاصة، وبنهز الصحن مثل ما هو موضح حتى يتحرر الكيك من الصحن ويسهل قلب الكيك. وبعد ما نقلب الكيك بنرجع الكيك للصحن، طبعا مهم نقلب الكيك لأن وجه الكيك هو عبارة عن طبقة معزولة عن الكيك، إذا حطينا الكريمة على وجه الكيك أثناء التقطيع بتنفصل الكريمة مع وجه الكيك وبيبقى الكيك لوحده، لذلك بنقلب الكيك على الجهة الثانية حتى تندمج طبقة الكريمة مع الكيك، طبعا بعد ما حطينا الكيك في الصحن بنثقب الكيك كامل بعود الشواء. وبعدين بننتقل لتجهيز تشريب الكيك. بنحتاج لتشريب الكيك ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان وملعقة صغيرة فانيلا وكوب حليب. طبعا ممكن نحط ملعقة كبيرة كريم شانتيه بتعطي طعم رهيب للكيك. وبعدين بنخلط تمام. وبعدين بنصب التشريب في علبة التشريب حتى يسهل التوزيع ويتشرب الكيك بالكامل. وبعد ما شربنا الكيك بننتقل لتجهيز الكريمه في وعاء بنحط ملعقه صغيره قهوه سريعه الذوبان وملعقه صغيره فانيلا طبعا اضافه قهوه سريعه الذوبان بتعطي للكريمه والكيك طعم مميز وبعدين بنضيف 2 ملاعق كبيره كاكاو مر جوده ممتازه وبعدين بنضيف ربع كوب ماء وبنخلط تمام حتى يذوب الكاكاو تماما وبعدين بنحط كوب وربع كريم شانتيه وكوب حليب وممكن كوب ماء وربع كوب حليب بودرة وبعدين بنخبط بالمضرب الكهربائي حتى تصير معنا كريمه كثيفه وناعمه وقبل توزيع الكريمة بنسوي خطوة بتعطي طعم مميز للكيك بنحط صوص كراميل على الكيك طبعا مسحة خفيفة طريقة عمل الكراميل نزلته في فيديو سينمون رولز وكمان بحط الطريقة في صندوق الوصف وبعد ما حطينا الكراميل على الكيك بنمسح الكراميل بالاسباتولا وبعدين بنوزع الكريمة على سطح الكيك وبنساوي الكريمة بالإسباتولا وبعدين بنحط الكيك في الثلاجة مدة ساعة كاملة قبل ما نحط صوص الشوكولاتة وبعدين بننتقل لتحضير صوص الشوكولاتة الاقتصادي بنحط في وعاء ربع كوب سكر واثنين ملاعق طعام نشا وملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان وملعقة صغيرة فانيلا وكوب ماء وبنخلط تمام حتى نتأكد انه النشا ذاب تماما وحتى ما يصير بصوص الشوكولاتة تكتلات وبعدين بنضيف اثنين ملاعق كبيرة كاكاو جودة ممتازة وكوب ماء وبنخلط تمام وبعدين بنحط الوعاء على نار هادئة جدا وبنحرك بشكل مستمر حتى يغلي صوص الشوكولاتة وبعد غليان صوص الشوكولاتة بنحط ملعقة كبيرة زبدة و 100 جرام شوكولاتة طبعا حطوا أي نوع شوكولاتة تفضلوا وبعدين بنخلط تمام حتى تذوب الشوكولاتة تماما طبعا مرحلة الخلط كلها على نار هادئة جدا حتى ما ينحرق صوص الشوكولاتة ويصير الطعم فيه مرارة وبعدين بنترك صوص الشوكولاتة حتى يبرد أو تهدأ الحرارة بنسبة 70% حتى ما تسيح طبقة الكريمة بنوزع طبقة صوص الشوكولاتة على طبقة الكريمة وبعد ما وزعت طبقة صوص الشوكولاتة طبعا هنا أنا سويت تزيين مختلف وصارت مشكلة بالتزيين وبعدين لاحظت المشكلة بعد ما برد الكيك وزعت خطوط شوكولاته بيضاء ذوبتها بشوية زيت وشوية حليب وبعدين شكلت الكيك نفس تشكيل تريليتشا كيك وبعدين حطيت الكيك في الثلاجة وبعد ما خرجت الكيك من الثلاجة لاحظت خطوط بارزة بالعودة اللي شكلت فيها الكيك لان صوص الشوكولاته فيه نشا تجمد الصوص وبعدين برزت الخطوط واذا بتسووا صوص شوكولاته جاهز بيضبط معاكم الشكل ولان الكيك لضيوفي وحبيت يكون الشكل مرتب غطيت الكيك بشوكولاته مبروشه بالحليب فحبيت الشكل وكان الطعم مره مميز طبعا ممكن ما تزينوا الكيك خلوه فقط بصوص الشوكولاته طبعا بعد ما حطيت صوص الشوكولاته على الكيك حطيت الكيك في الثلاجه لمده ساعتين ممكن تخلوا الكيك في الثلاجه يوم كامل بيصير طعم الكيك أحلى بزيادة وهنا بعد ما خلصت بشر الشوكولاتة على الكيك وأثناء التقديم بنقطع الكيك وبكل تقطيع نغسل السكين حتى يكون الشكل مرتب وما يتلخبط الكيك جربوا الطريقة حقيقي جداً من ألذ الكيكات يلي بتجربوها طعم مميز وشكل رهيب مشرفة جدا للعزومات وأخيرا أتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتم من فيديو اليوم ولا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم في أمان الله